آلاف المدرسين تظاهروا أمام وزارة التعليم مطالبين برحيل الوزير ناجي جلول، الذين يقولون إنه تنكر لاتفاقات تقضي بزيادة المنح والأجور وإصلاح المنظومة التربوية. احتجاجات دعت إليها النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لوح بدوره بالإضراب العام في قطاع الوظيفة الحكومية ابتداء من الأسبوع القادم في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار تجميد الزيادة في الأجور لمدة سنتين. السيد الوزير هذايا إهان المدرس، تصريحاته وشطحاته بكل ما يؤتيه من حركات لا مسؤولة. لذلك نحن حب نعبر على موقفنا ونقولوا راه السيد هذايا ما يصلحش باش يكون وزير للتربية. الاحتجاج على التسويف بالنسبة لي معناها إمضاء الاتفاقيات وعدم تفعيلها من عامين التالي، من 2014 2015 2016. احتجاجات المدرسين هي جزء من موجة احتجاجات واسعة تشهدها تونس هذه الأيام، والتي شملت العاطلين عن العمل والأطباء والصيادلة والمحامين، الذين يواصلون إضرابهم عن العمل لرفض ترفيع ضريبة الموظفة عليهم في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان. ما زلنا مش نساعدوا مبدئيا الإضرابات، ثم في خطوة أولى ثم تحركات، ثم مقاطعة للجلسات، ثم إلى أن تصل حتى إلى الاعتصامات. وتحت قبة البرلمان يتواصل الجدل حول مشروع قانون المالية الجديد، الذي فجر غضب عدة قطاعات مهنية وزج بالحكومة في موقف صعب. يؤكد جل نواب البرلمان أن السبيل الوحيد لتجاوزه هو فتح حوار مع النقابات المهنية الغاضبة. اتحاد عام التونسي للشغل يعني عنده قرار بتاع إضراب نهار 8 ديسمبر، المحامين، الأطباء، الصيادلة، الأحزاب، عموم الشعب مش راضي بالقانون هذا. احنا كنا توجهنا بدعوة منذ مدة للسيد رئيس الحكومة وللحكومة أن تجلس كل الأطراف على طاولة الحوار من أجل إيجاد التوافقات الدنيا لتجاوز كل الإشكاليات اللي صايرة في البلاد. حكومة يوسف الشاهد تسعى من جانبها إلى تجاوز الخلافات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، معلقة آمالها على تحقق وعود التمويل التي حصدتها خلال المؤتمر الدولي للاستثمار، والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار لكي تنعش اقتصادها المتعثر. موجة غضب واحتجاجات تتوسع في تونس لتطال قطاعات مهنية عدة، وتمثل تحدي كبير لحكومة يوسف الشاهد في ظل وضع اقتصادي وسياسي صعب. من العاصمة التونسية، توفيق العياشي، الحرة.